اعتقد هذا وجه الله تعالى، ولكن زاد الناس الطيبة حضورها تشجيع، وإن شاء الله الله يبعد عنا الشينات، وإحنا من اليوم وطالع صفحة جديدة، وإحنا من أول أهل. حضرنا اليوم الصلح بين عمامنا الجماسة، وكان الصلح هو موضوع عرض وحد، والحمد لله قامت الرجال الطيبة والشيوخ الموجودة بحل هالمشكلة. وبنفس الوقت أخص بالذكر نفس العائلة، هم بيت واحد وعائلة واحدة، وبادرهم كليتهم الطرفين بمساهمة لحل الخلاف. ولكن الشكر كل الشكر الشاب ابن المختار اللي بادر بهالمبادرة الطيبة، وعمامنا الجماسة سووا شغلة ترفع الرأس، وإحنا كلنا نعتز بيها ونعتز بيهم.